السلام عليكم اخوان اخوات، نتمنى تكونوا بخير. كاين واحد البلان كيوقع بزاف، وبغيتكم حتى نتوما تعرفوا راسكم رجلكم. من بين هاد الاماكن اللي كيقلب عليهم الواحد كيقلب فيها على خدمه، هما المؤسسات اللي هما تابعه للدوله او سيمي بيبليك او بريفي، اللي كيكونوا هما وسطاء ما بين الشركات وما بين لي سالاري. مزيان، دونك انا كنهضر على مابي، كنهضر على تيك تراك، كنهضر على ديرين، بزاف ديال الشركات كاينين كتدفع عليهم كيكونوا هما وسطاء. كاين عندهم ايجابيات وسلبيات، ولكن هنا شنو هو الاشكال على جد هذا الفيديو؟ كاينين بعض الاصدقاء او بعض الناس اللي كيتحط شي اوفر بحال هادو، كيقول لك لا هذيك كونترا لابيك، لا هذيك كونترا تيكترا، سميتو راه ما نافعش. لا، خصني نشوف انا السيتياسيون ديالي، وديك الساعه نعرف واش خدام عليا ولا لا. مزيان، نعطيو واحد النبذه على هاد سميتو هاد المؤسسات باش نتوما تعرفوا يعني هاد المسائل كيفاش دايره. الواحد ملي كيشد واحد ديبلوم وكيكون ندوز دي ستاج، كيكون عنده واحد اكسبيريونس، صماش كاين بزاف تاع الطرق باش انه يبحث على العمل. الطريقه الاولى هو يمشي دور يدفع لي سي في. الطريقه الثانيه يشوف المعارف والاصدقاء والعائله حتى هو يعطيو لي سي في، كاين شي حاجه راه كندير اش كندير كيوصلهم. الطريقه الثالثه لي ريزو سوسيو والمواقع الالكترونيه بحال ماروكانونس، بحال كاين بزاف ديال المواقع. تنهضر مازال كنهضر على القطاع الخاص، مهضرش على القطاع العام، دونك كنهضر على الخاص. ومن بين الطرق هو الالتجاء لهاد المؤسسات. المؤسسات هما وسطاء، مؤسسة وسيطة ما بين المشغل وما بين السالاري. اشنو الدور تاع هاد المؤسسات هادو؟ بحال لابيك، هادو داروهم باش يتعاونوا مع الشركات اللي يلاه بادين، وباش يتعاونوا مع هاد لي سالاري والشباب اللي عندهم ديبلوم وبغاو يخدموا. مزيان، كيفاش كيتعاونوا معاهم؟ بالنسبة للشركة كي يعني كتجي كتسجل عند فرد لابيك هادي، وكتقول لهم مثلا خصني واحد الكونطابل، خصني واحد الكوميرسيال، خصني واحد الشيفور. مزيان، كتجي لابيك كتلوح لوفر تاعها في السيت، كتقول لهم مطلوب مثلا شيفور، مطلوب كونطابل، مطلوب كوميرسيال. كيجيو الناس اللي تسجلوا في هاد السيت هادو، هاد الناس عندهم دي ديبلوم ولا عندهم شي اكسبيريونس داكشي، كيتسجلوا عند لابيك، كيمشيو عندهم دوز لونتروتيان باش يبغي يدوز الدوسي ديالهم. من بعد كيدخلوا السيت تاع لابيك، اي اوفر تلاح كيبوستيو ليه، يعني كيدفعوا ليه تما، من بعد كيعيطوا لهم. مزيان، دونك حتى هنا غادي الامور مزيانه. دونك السالاري كيمشيو كيتفقوا على عجبهم وكلشي، كيتفقوا على السالاري، كيتفقوا على المسائل وكلشي، وكيتوكل على الله. مزيان، علاش الناس كيقول لك كونترا لابيك هذيك ولا كونترا سميتو على ما خداماش ولا؟ دونك مزيان، علاش؟ لانه داك السالاري ملي كيمشي يخدم عند الشركه عبر كونترا لابيك، لانه كاين بزاف تاع كونترات، كاين كونترا سي دي اي، كاين كونترا سي دي دي، كاين كونترا بروف دي تيرمينتاج، وكاين كونترا لابيك. مزيان، هاد كونترا لابيك بالنسبه لهاد الشاب اللي غادي يخدم في هاد الشركه وسني هاد كونترا لابيك، اشنو هو الامتيازات اللي فيها؟ اولا كتشد واحد الصالير، صامارش. ثانيا انت خدام، ولكن في الاوراق بهاد الكونترا هادي ما كتعتبرش خدام، كتعتبر فقط ستاجير، كتعتبر ستاجير ولكن بالكونترا ديالك وسميتو، وكتخلص الشهرية ديالك. بالنسبة للديكلاراسيون في لاسينيسيس كتديكلارا في لامو، ما عندكش ديال تريت وما عندكش النقط، فقط في التغطية الصحية، وكتمشي كتخدم. ومن بين لي زافونتاج لي كاين هو انك انت مثلا جالس كتقلب على خدمه كيما يدار، جاتك هاد لوفر هاد كونترا لابيك، كتمشي تخدم. مزيان، انت خرج شي من البطاله، صماش. بالنسبه للشركه شتو كتسد؟ الشركه ما كتوليش يعني انت ملزم عليها ان انك انها مثلا يعني وقت ما معجبتيهاش ولا شي حاجه تقول لك الله يعاون صدق في الطرد تاع السوفي زيزي. هاد كونترا لابيك كتجيب واحد سالاري بحال ستاجير كتحطو في شركة كيخدم بواحد السالاري ديالو. نهار مثلا فاش يدير شي فوت ولا شي حاجة ميعجبش الباترون شي حاجة، يقول لي هذاك السالاري راه ماعجبنيش أو مبقاش كيخدم مزيان ولا سميتو، كيقول لي صافي كيعيطو، تيقول لي تحبس. أمور عادية، لكن بالنسبة لي كونترا آخرين المشغل خصو ما يحبسش الأجي حتى تسالي الكونترا
ولا يجي شي فوتوغراف اللي غادي يتبع الاجراءات تاعها ويزيد يدوي على الساعه يتخلص من ذاك الاجر. لكن بالنسبه للكونترا بيك داك الشيء كيكون سهل. هذاك عجبك زين، ما عجبكش كتقول ليه اسمح لي ما عجبتنيش. بالنسبه عاوتاني للكونترا مع المشغل هي كتكون فيها عامين زائد عام، ممكن تزيد عام صافي كتسالي ديك الكونترا انا بي. بالنسبه للسالاري تا هو نفس الشيء، يعني كونترا بي كيسال منها 3 سنين مزيان. لكن هنا ملي فهمنا المضمون كيفاش جاي راه دابا نشوفوا علاش كيجيو هاد الاخوان الاخرين كيقول لك لا كونترا بيكش بغيتو هكاشي مزيان. دونك هنا خصني نشوف انا الوضعيه ديالي هاد الكونترا واش خدامه لي ولا لا. اذا كنت جالس ما خدام ما ردان كنقلبها فاش نتحرك كنقلب ما ندير وجاتني هاد الوفره هادي نتوكل على الله راه خدامه ليا مليون في المية لانه نخرج من البطاله. لكن اذا جاب الله كنت انا خدام في شركه وعندي صالير ومرسم معاهم او داير معاهم كونترا عام ولا عامين ولا سميتو وجاتني واحد لوفر عن طريق مثلا لابيك، دونك هنا ما خدامش ليا تكونوا متفاهمين ما خدامش ليا الشركه الحقوق وداكشي اللي عندي في ديك كونترا سي دي اي ولا سي دي دي ماشي هما داكشي اللي عندي في كونترا لابيك. كونترا سي دي اي ولا سي دي دي خاص المشغل يحترم هاد الكونترا هادي صماش. ثاني حاجه كنكون عندي ديكلاراسيون في لاسي اس اس بي، كنكون عندي لانتريت من النقاط كامله، كنكون عندي التغطيه الصحيه، التعويض على فقدان الشغل، كنشد اتيستاسيون دو ترافاي، عندي بزاف ديال الامور في هاد الكونترا. لكن بالنسبه للكونترا لابي كنشد كامل ما عنديش، كنتسمى ستاجير وكنتخلص فقط داك الخلاص اللي كنتسال. دونك هاد في هاد لوكا راه ما خدامش ليا هاد الكونترا هادي، لكن الا كنت جالس ما كندير والو خدامه ليا. ماشي بنوضح باش يجي واحد كيقلب على خدمه مسكين جالس في الدار كيقلب على خدمه وطيح عنده شي اوفر في لابيك ويجي الاخر يقول لا راه داكشي ما واكلش راه كيضيع هاد الشاب لانه هذيك خدامه ليه. لكن الا جا طاح واحد الاوفر بحال هكا والسيد خدام في واحد الشركه ومرسم ولا عنده اوراق تاعو مزيانين وكل شيء وتجي هاد الاوفر هادي عنده الصح انه ما خدامش ليك. هاد الامور ناخذها بعين الاعتبار الاخوان والناس اللي ما مرتاحش في خدمتهم وكاينه كونترا بحال هكا مرسم وكل شيء جاتو كونترا بي واخا يكون الصغير مزيان ما ننصحوش بها يحاول يصبر لانه هذيك دايما لي هذيك حتى عامين ثلاث سنين دغيا دوز وهاد بس الوقت. ولا في حالة الا كانت في حالة عجبتي الشركة ممكن ديك كونترا بي تحولها لكونترا سي دي، ولكن هذا احتمال خاصك ديما تشد الخاطر الجيرون تشد الخاطر الباترون. المهم كتمشي بشويه بشويه حتى دير بلاصتك، من بعد ممكن يحول ديك كونترا على بيك لكونترا سي دي. دونك هادشي اللي كاين ولكن هذا احتمال بعيد. شوف يعني الواحد ما غاديش يبقى ديما على نفس الجهد لمده 3 سنين، ما يبقاش نفس التصرفات، ما يبقاش نفس لا ديسيبلين. واحد مره مره كيكون مصيب واحد الشيء ممكن يدير شي غلط شي ستون شي حاجه بحال هكا واحد كياخذها بعين الاعتبار. هذا بغيت نعطيكم مثال، انت كامل مثلا واحد الورقه بيضاء، ورقه بيضاء درتي فيها انت واحد النقطه كحله نقطه بالسيلو غادي تجي عند المشغل ولا اي انسان عادي تمشي عند اي انسان عادي تقول ليه اش كيبان لك هنا يقول لك نقطه كحله وديك ورقه بيضاء كامله راه ما بانتش ليه راه هذه هي الخدمه هذه هي الخدمه. انت كتخدم وكدير بزاف تاع الحوايج زوينه لكن خطا بسيط كتشد فيها هذاك الدري خدام اي خدام ولكن ما كيعرفش يهضر صافي هو خدام ويجي ساعه قبل الخدمه ويطل هنا ساعه مورا الخدمه ويتقاتل وكلشي داكشي مريقلي عنده كلشي زوين كلشي ولكن ديك النقطه كحله. دونك هادشي اللي كاين خاص تاخذوه بعين الاعتبار. المهم الاخوان نتمنى لكم التوفيق وقت ما كان شي اوفر ولا شي حاجه غنحطو لكم. وراه حاليا كيتحطو لي كونكور دخلوا المواقع موقع وظيفه كوين ما دخلوا لي باج اللي كيحطوا لي كونكور ديال السيكتور بوبليك راه كاين دي كونكور مفتوحين الناس اللي عندهم لي ديبلوم ديال لي ستافاك بلس 2 باك بلس 3 باك بلس 5 بقاو دفعوا لي زوفر راه محطوطين. وحتى بالنسبه للناس اللي عندهم ديبلوم ديال تكنيسيان اللي هو كيساوي لي باك راه هو كيتسمى تقنيم درجه رابعه تقنيم درجه رابعه بان لكش تقنيم درجه رابعه مثلا في الفرونت ولا شي حاجه عندك الدبلوم هذا دفع ليه راه من حقك. المهم نتمنى لكم التوفيق الاخوان وقت ما كنشوفوا شي حاجه راه نبقاو نبارطاجيو معكم الله يوفق الجميع. تحياتي لكم.